يقدر يبان لكم العنوان ديال هذه الحلقه مثير بزاف، ولكن تاريخيا بعد الاستقلال سنه 1956 في المغرب غادي يبدا الصراع بالمزيان على السلطه، وشكون غادي يفوز بالثروه والمنافسه عليها، وشكون غادي يكون شيفور. هذا الصراع ادى الى صدامات قويه نجت عليها تكتلات وتحالفات، وشي بغى يغرق شي استخدمت فيها جميع الوسائل بما فيها الدم والقرطاس والاعتقال والصحافة. نبدأ بمؤامرة 16 يوليو 1963. شهد المغرب واحدة من أكبر المحاكمات السياسية، تبع فيها حوالي 5000 من مناضلي الاتحاد الوطني للقوة الشعبية، ووجهت إليهم تهم التخطيط للإطاحة بالنظام واغتيال الملك الحسن الثاني في غرفة النوم ديالو بالقصر الملكي. من جهة أخرى كيقولوا مناضلي حزب الاتحاد الوطني للقوة الشعبية ومعهم بزاف من أفراد الشعب المغربي في ذيك الوقيتة، راها مؤامرة خطط لها المخزن وخصوم الديمقراطية، بغى من خلالها الحسن الثاني تصفية حزب القوة الشعبية اللي كان معرض ليه بشدة. تم اعتقال 5000 مناضل اتحادي في كل من كازا والرباط وفاس والعديد من الأقاليم، منهم 105 من أعضاء اللجنة المركزية الاتحاد كانت في اجتماع حزبي عادي بمقرها بالدار البيضاء بدعوة تخطيط لاغتيال الملك الحسن الثاني. ما كملت هذه الحريرة تجت أحداث 23 مارس 1965، ماتوا فيها أكثر من 1000 وتشدوا فيها بزاف ديال الطلبة والتلاميذ والأساتذة والأباء وحتى الدراري الصغار ما فراسهم غير البودالي. في يونيو من نفس السنة 1965 أعلن الملك الحسن الثاني على حالة الطوارئ والاستثناء اللي استمرت حتى عام 1970، وفي يوم 29 أكتوبر 1956 اختطف المهدي بن بركة واغتيل في باريس، شي اللي طلع الدم للطلبة خاصة في الدار البيضاء، وارتفعت موجة حرارة المطالبات بإسقاط النظام في المغرب في 23 مارس 1966، وتم القبض على العديد من الطلبة بلا محاكمة. الحباسات عمرات والخوف اللي ولا هو سيد الموقف. شوية جات المحاكمة ديال 1969 مراكش، وما كان غير الإعدام كيتلاح الأحكام القاسية، ومعها المحاكمات السياسية ونبرة الاحتداج كتعلى عند الطبقات الشعبية. وفي 1971 غادي تجي النوبة تاني على الوزراء المرتشين والمفسدين كيف ما سمتهم الصحافة. في يوم الاثنين فاتح نوفمبر من 1971 في العشية، وزارة الأنباء كتعلن عن اعتقال بعض الوزراء والموظفين السامين السابقين، وفي بلاغ تاني صدر يوم الجمعة 5 نوفمبر 1971 غادي تخبر أن إدارة الأمن الوطني اللي كان كيقودها هذيك الساعة الجنرال المذبوح شرعت منذ شهر مارس 1971 في التحري على هذه الشخصيات المهمة. فهذا الصدد تم اعتقال عدد من الوزراء في حكومة أحمد العراقي بعدما أقيلوا في أواخر شهر أبريل 1971، وبين تقرير الاتهام اللي دارت الشرطة القضائية أن وزراء وموظفين سامين تورطوا في الرشوة، وأن موظفا ساميا يدعى عمر بن مسعود كان كيلعب دور الوسيط والسمسارة، تمكن عبر شركة سمسارة أسسها من استخلاص مبالغ مرتفعة من الشركات الأجنبية اللي كانت كتفوز بالصفقات العمومية عن طريق السمسارة العلنية أو خلال عمليات المناقصة، وكان كيقسم العمولات المالية اللي كيحصل عليها مع الوزراء والموظفين السامين المتهمين معها في هذه القضية، وكانت المبالغ تدفع لحساباتهم البنكية بالمغرب وبالخارج أو بالدولار، وكيشدوها في بعض الأحيان مباشرة على عينك يا بن عدي. قام بالتحقيق مع المتهمين القاضي حسن العفير، بلغ عدد المتهمين 14 شخص، هرب منهم جوج للخارج وهما هنري هانسون وبرنارد ليفي، وتم إيداع الجميع في السجن قبل أن يتم نقلهم إلى المستشفى بناء على ظروفهم الصحية. نكمل العام اتجهت النوبة على الجنرال والعسكر والطيارين، وبالأمر من المحكمة العسكرية العليا تم تنفيذ حكم الإعدام بحق 10 ضباط من بينهم 4 جنرالات من انقلاب الصخيرات، وقد سعى الجنرال أفقر عند الملك من أجل إصدار عفو عام بحق 1081 من تلاميذ المدرسة الحربية هرممو، ونجح في ذلك. وفي المحاولة الانقلابية الثانية ديال بوينغ 1972 تحكم بالإعدام على الطيارين محمد عبابو بالإعدام، والوافي غويرا كذلك بالإعدام، وأحكام قاسية لبقية الضباط، وتقتل وزير الدفاع أفقر من بعدها. ومن هنا جاءت فكرة السجن الرهيب تزمان مارت، وهزوا لي 57 من أعسى المعتقلين
من هنا تخلطت الوراط وتخلط اللعب وظهرت منظمة سياسية سرية، وبالضبط بعد مقتل مهدي مبركة وبدأت سلسلة المحاكمات في حق مناضلي منظمة 23 مارس ولنخدم الشعب إلى الأمام. وبعد فشل الأحداث في أحداث مولاي بوعزة بخنيفرة 1973 ووفاة عدد كبير من المشاركين فيها بالقرطاس، تم القبض على عدد كبير من المناضلين والمواطنين الأبرياء وتوسعت دائرة الاعتقالات لتشمل حتى العيالات. أصدرت محكمة القنيطرة 16 حكم بالإعدام على رأسهم عمر دهكون و15 حكم مؤبد، إضافة إلى ما يناهز 50 أحكام مختلفة. ثم كذلك اختطاف أعضاء من عائلات بعض الناشطين كزوجاتهم وتعذيبهم من أجل الاعتراف بأماكن تواجد أزواجهم وفين هربوا، وما كان غير الطيارة والشيفون والصعق الكهربائي. من هذه اللحظة أصحاب نظرية البؤرة الثورية شافوا القضية حماضة، غادي يهربوا للخارج ويفضلوا المنافي في الجزائر وسوريا وفرنسا وإسبانيا خوفا على روسهم وعلى العائلات ديالهم. دخلت الثمانينات سخونة بالحرارة وبالجفاف ما بين 1981 1984، وعلامات الاعتقال والحبس هي اللي باينة بالنسبة للطلبة والنقابيين والسياسيين والمحامين. جات التسعينات وجا الدور على النقابي الكبير نبير الأموي اللي دوز الحبس، وعلى الطلبة القاعديين وعلى أعضاء جماعة العدل والإحسان وعلى إعدام الكوميسير ثابت، وجا الدور على الأثرياء والبرجوازية في حملة اللي سماها دريس البصري بحملة التطهير، ومعها بزاف ديال الرجال الدارك. شوية تقلب اللعب على بارونات المخدرات والصماصير ديالهم، وفي نهاية التسعينات بدأت الأحكام على الصحفيين اللي دوير عف، وتفرقت الأحكام وتغلقت الصحيفة والجورنال ومحاكمة صحفي علي المرابط وتسدد جريدة دمى. ومن وراء 2011 والربيع العربي في المغرب تغيرت المنزلة وبدأت المحاكمة ديال نشطاء 20 فبراير، وفي 2017 محاكمة نشطاء الريف وفي مقدمتهم ناصر الزفزافي، والبقية بمحاكمة ثقيلة جدا. المهم وباختصار في هذه الحلقة كل شيء دوز الحزب والبنيقة من الوزراء والجنرالات والدارك وليكوميسير والجندارم والبوليس والسياسيين والنقابيين والتلاميذ والطلبة والصحفيين حتى الأطفال والأطفال الرضع. وجا الدور على أصحاب اليوتيوب مول كاسكيط أمي نعيمة واللائحة طويلة، حتى العمر الراديو سليمان الريسوني كصحفيين، بلا ما ننساو توفيق بوعشرين. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.